نحقق الأحلام إيمانا رغما عن الآلام. للخير والوئام سننشر السلام ألوانا لنعيش باحترام. والإنسان روح في كل مكان وكيان يرجو احتراما. اخواني اخواتي احبائي احبتي في كل انحاء العالم، اهلا وسهلا بيكم والسلام عليكم في اولى حلقات برنامج انسان صح. انسان صح البرنامج اللي هيحبط الاحباط وهيكسر الياس، البرنامج اللي هيزرع الامل، كل حاجه فيها تفاؤل هنتكلم عليها. البرنامج في اول موسم ليه هيكون الشعار بتاعه امه التفاؤل، امه التفاؤل امه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر المتفائلين، وكان يحب التفاؤل، يحب الفأل صلى الله عليه وسلم ويكره الطيره. كل انبياء عصم ربنا سبحانه وتعالى كلهم كانوا ناس متفائلين. يعني لو احنا شفنا كده، يعني سيدنا يونس جوه ظلمه بطن الحوت، جوه ظلمه بطن البحر، جوه ظلمه الليل، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، عنده امل في ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا ينجيه، وربنا فعلا ينجيه. كمان سيدنا يوسف، رغم سيدنا يعقوب ابو سيدنا يوسف، رغم طول فتره يعني غياب سيدنا يوسف قالوا اكله الذئب، ولكن ايه، لم ييأس من روح الله، ويقول لاولاده انهم يتحسسوا من يوسف او يبحثوا عنه. لو هتقول لي طب دول انبياء، طب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اللي فتحوا الفتوحات وفتحوا الدنيا كلها، وهم كانوا يعني رعاه الابل ورعاه الشاه، يعني بيعبدوا تمثال من العجوه وبعد كده بياكلوه، لكن باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم فتحوا وقادوا العالم. طب دول صحابه النبي وعاشوا مع النبي. طب محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينيه، طب صلاح الدين، طب قطز، كل الناس دي ناس احبطت الاحباط وكسرت الياس وزرعت الامل وهزمت الفشل وما تعرفش حاجه اسمها مستحيل. احنا كمان لازم نكون ما نعرفش حاجه اسمها مستحيل. هل الناس دول بس؟ لا، كمان في نماذج من الغرب. يعني لو اتكلمنا مثلا على اديسون اللي اتقال له انت مستوى ذكائك اقل من اي حد، انت غبي، وفي الاخر اخترع المصباح الكهربائي بعد 999 محاوله فاشله. انت بتفشل كم مره في اي حاجه بتحاول فيها عشان تنجح بعد كده؟ خلينا نتكلم عن ابطال الرياضه زي مايكل جوردن مثلا في الباسكت. مايكل جوردن اللي واخد 6 بطولات من الدوري الامريكي، اتطرد من فريق المدرسه عشان ما بيعرفش يلعب سله. ومايكل جونسون اتقال له انك انت عندك الايدز، وكان في بدايه ظهور مرض الايدز قال له انك انت هتموت، وبقى من اشهر اللاعبين في العالم ومازال اسطوره لحد دلوقتي في كره السله، والناس ما يشتوش وماتش ماجيك جونسون من الايدز لحد دلوقتي عايش بعد حوالي 20 سنه متعايش مع المرض. خلينا مين كمان من المشهورين دلوقتي؟ ميسي اللي واخد 5 كرات ذهبيه، احسن لاعب في العالم واللي الناس كلها بتتكلم عنه والشباب كلهم عارفين اسمه. الراجل ده اتطرد من فريق الكوره وهو صغير، انت عندك نقص في هرمونات النمو ما ينفعش تلعب كوره اصلا. مش هنتكلم كمان عن الغرب بس، احنا في وسطينا شباب معروفين مغمورين في نماذج ناجحه ينفع يتقال عليهم انسان صح في الحاجات اللي بيعملوها، بيبدعوا، استخدموا الانترنت، استخدموا حاجات بسيطه جدا في ان هم ينجحوا. ان شاء الله النهارده هيكون معانا نموذج من النماذج دي، بس خلينا الاول نشوف صاحب اعلى نطه في العالم اللي كسر المستحيل، اللي نطه من 128,000 قدم، 39 كيلو، 39 كيلو، فيليكس نط من 39 كيلو. خلينا نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. دي كانت نطة فيليبس، أعلى نطة في تاريخ العالم، 128,000 قدم، يعني حوالي 39 كيلو. اخترق فيليبس في النطة دي حاجز الصوت، أول إنسان يخترق سرعة الصوت أثناء السقوط الحر، هو نمساوي وهو عملها وعنده 43 سنة. فسيبنا من الامكانيات والشركه الراعيه اللي هي شركه اصلا مشروبات، لكن فكرت فكره بره الصندوق عشان تعمل دعايه لنفسها. لكن فيليبس نفسه الراجل النمساوي اللي خاطر بحياته، هو خلي بالكم فقد الوعي اثناء السقوط في الحته اللي هم جابوا عليهم وهم ساكتين كده في المركز بتاع الفضاء، ان هو فقد الوعي وفقد الاتصال بيه، لكن هو رجع له الوعي تاني وقدر يفتح الباراشوت زي ما احنا شفنا ونط بسلام.
ده كان مثال من كسر المستحيل، ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، وان شاء الله نقدر نكسر المستحيل في واقعنا وفي كل حاجه في حياتنا. خلينا نشوف النموذج اللي معانا النهارده. معانا المبدع الجميل احمد سعيد. احمد سعيد عرفناه عن طريق الانترنت، ومنشد اناشيد جميله جدا جدا، خرجت انا يعني في رايي ان من اول الشباب المصريين اللي حركوا شويه الانشوده من مكان لمكان. احمد بيكتب كلمات وبيلحن كمان، فخلينا نتعرف على احمد من الاغنيه دي ونرجع نقابله بقى. يلا بينا. ويلز بوكس، نقدم كل ما هو هادف. لما نبطل نكدب نخدع وفي سير الدودة بنقطع، لما يبطل قلبنا يولع من حسد وحقده على الناس، لما نحب الفرح لغيرنا ولما نمشي نوزع خيرنا، لما نراعي بجد ضميرنا ونعيش بقى معنى الإخلاص، تبقى حياتنا أحلى وأجمل والنبي يبقى فخور بينا، تبقى حياتنا أحلى وأجمل ونلقى حب اللي مالينا، تبقى حياتنا أحلى وأجمل ونقرب من بعضينا. لما نبطل بقى سلبية ولما يكون عندنا جدية، هما نجاح وعزيمة قوية مش للضعف نجيب تبرير، لما نعيش لله في دنيتنا ولما نخلي رضا دي غايتنا، لما نصلح من أخلاقنا مش بصين دايما على الغير، تبقى حياتنا أحلى وأجمل والنبي يبقى فخور بينا، تبقى حياتنا أحلى وأجمل ونلقى حب اللي مالينا، تبقى حياتنا أحلى وأجمل ونقرب من بعضينا. وده كان اول اعمال احمد سعيد على الانترنت. واحمد سعيد معانا دلوقتي، بنرحب بيه. احمد ازيك؟ اهلا بيك يا شريف. هو احنا عايزين بقى، انا ما رضيتش اعتذر غير لما انت احنا بنعتذر عن التاخير، انا واحمد اتاخرنا، لكن دي اول حلقه وانتم تسامحونا ان شاء الله. ونرحب باحمد بقى. ازيك؟ اهلا بيك يا شريف، الله يكرمك وربنا يجعل ان شاء الله برنامج مفيد ويقدم ان شاء الله حاجه جديده باذن الله تعالى. يعني ربنا يكرمك يا احمد. احنا كنا واحنا بنحضر، احمد قال لي ما تقولش عليا انسان صح، انا مش انسان صح. قلت له انا ما فيش حد كامل، مش حد انسان صح، لكن يعني من وجهه نظري انك انت ما شاء الله في نقطه كتابتك الكلمات اولا والتلحين والانشاد انسان صح. فا اصلا نقول للناس بدات ازاي القصه دي. يعني هو زي ما انت بتقول طبعا ما فيش حاجه اسمها يعني انسان صح كامل، وانا من ضمن الناس الصراحه اللي بكره قصه ان حد يشوف انسان على بعضه قدوه في كل شيء او عايز يتبعه في اي شيء، لان ده ما ينفعش غير ان شاء الله على رسولنا الكريم يعني. انما اي حد بيبقى مبدع في جزء او قدوه في جزء انا باخد منه الكويس يعني، والحاجه الوحشه خلاص يعني هو بقى ما خدهاش برضه يعني. تمام. فانا ببص على كل جانب ايجابي. اما من حيث بقى البدايه، في البدايه طبعا كانت في نشيد حب وحياه، لا تحسب ان الدينه. لا احنا مخلينه للاخر، هنسمع الجديد الاول عشان اعمل حاجه جديده للبرنامج، لكن هنخلي حب وحياه. فدي كانت البدايه يعني، وربنا وفقني الحمد لله ان هو انتشر يعني الحمد لله كويس جدا من على النت، حتى بدون ما انا اتعرف بيه يعني، هو النشيد بس اعرف من غير ما تعرف مين اللي بينشده. ثم بعد كده بقى كان جت بعد 25 يناير ان اتصل بيا شركه ويلز بوكس يعني، قالوا لي ان احنا اللي هي عملت الفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي، فقالوا لي احنا عايزين نعمل حاجه وبتاع وكده. فطبعا انا سعدت جدا ورحنا وقعدنا، هم مجموعه شباب ما شاء الله يعني عليهم. احنا عايزين نقف احمد عند النقطه دي، ده النموذج اصلا اللي احنا عاملين الحلقه دي كلها عشان نقوله، انك انت لقيت في نفسك الموهبه يعني. انت اكتشفت بنفسك الموهبه، الموهبه ما وصلتش وانت قاعد، في خطوه يعني في خطوه ايجابيه خلت ويلز بوكس مثلا يكلموك. ايه هي الخطوه الايجابيه دي يعني؟ ايه هو كسر الاحباط اللي انت عملته؟ هو زي ما بقول لك، هو كسر الاحباط كان في البدايه ان انا قاعد خلاص، وصلت لمرحله ان انا مش قادر، انا حاسس ان انا يعني فيا حاجه ربنا اداها لي فانا مش قادر لازم استخدمها. فجت بقى المرحله ان انا لازم اعمل حاجه، فعملت حب وحياه دي، وبدات ان انا يعني عايز اقول لك ان انا كده خلاص انت كده لازم تغنيها. عايز اقول لك ان انا قعدت على النت مثلا يعني اسابيع كامله انا اللي عمال انشر النشيد، فاهمني يعني ما كانش في حد بيساعدني خالص، فقعدت انشرها. انت مسجله في البيت؟ انا عايز اقول لك مثلا لا مش في البيت طبعا فاهمني، اما هو هنا انا خدت خطوه ان انا قلت لازم انتج حاجه. فيعني انا قعدت يعني دورت على حد، ما كنتش عارف اي حد في المجال ده اصلا،
لحد ما ربنا كرمني يعني، وتعرفت على حد وداني لموزع وملحن ومؤلف وكده، وبدات اعمل حاجه. بعد كده ما كنتش عارف حد يسوقها لي برضه، فقلت مش هاخدها واقعد بيها في البيت. داخل على النت، عايز اقول لك يعني قعدت مثلا في بتاع، عملت بتاع 20,000 منتدى ولا حاجه، فاهم؟ ده قبل الفيسبوك اصلا مكتوب. فاهمني؟ لا منتديات، ما هي منتديات بقى، فاهمني؟ ونشيد جديد وبتاع احنا خلينا نسمعه بقى للناس يعني، احنا مين نتكلم على حاجه وهميه ممكن ناس كتير ما تعرفهاش، اللي عارفينك عارفين عارفينها، فخلينا نسمع لالا تحسب. طيب نسمع لالا تحسب، نبدا بيه. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا، تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم، يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم، يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام، وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا، يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم، يدعو دوما للبر، فالله رحيم وحليم، يدعو دوما للبر. عليك جميلة يا صراحة، بتديني حالة من التفاؤل جامدة جدا، وشكلك إرهابي جامد جدا بس جامدة ما شاء الله. طيب خلينا دايما احنا في انسان صح، هنشوف الضيف اللي معانا ايه الفيديو اللي اثر في حياته، او ايه الحاجة اللي شافها اثرت في حياته. فانا كنت اتكلمت انا واحمد، قلت له ايه الحاجة اللي اثرت في حياتك، فهو اختار فيديو معين كده هنروح نشوفه مع بعض، ونرجع بقى بعديها احمد يعلق لنا عليه. يلا بينا، يلا بينا نشوف الفيديو ونرجع. تسلم كل راجل، ما فيش حاجة بس جسمي بيوجعني شوية كده. حد يجين؟ أنا معايا 4 بنات متجوزين في مصر، متجوزين في مصر غريبة، رجليتهم بعد عنك ميتة، اثنين رجليتهم ميتة، واثنين تعبانين بارد، والودي جمال دي بيخدم الجمال، بيقعد معاك بيخدمك ايه؟ بيخدمك ربنا موجود. طب انت بتعالجي في دكتور دكاترة شافوكي ولا حاجة؟ ايه؟ في دكاترة شافوكي؟ انا ربنا سبحانه وتعالى بيحجب للشوتلايا ويشيلهم، بيحجبهم ويشيلهم على طول يعني، ربنا سبحانه وتعالى معايا، ربنا معايا، ما يشهد له هو ربنا، عشان هو اللي خلينا، هو اللي مكفر بينا. قولي لي امي، انت بتصرفي على نفسك منين؟ بتصرفي على نفسك منين؟ بصرف على نفسي منين؟ باخد 10 جنيه من الجيم،
40 متر وخد منها 50 جنيه بس. بس بتطلع ازاي وبتشرب ازاي وبتعمل ازاي؟ انا الحمد لله الله ملك الف حمد ملك الف حمد ده حلو الاول وهي يعني ضروري الرسول ما كانش بي كان أنوح جبريل مفهوم مثلا دور ويزدين ودور وحشي يقعدون الستين جنيه يقعدون ويفوز مني كمان الحمد لله له ملك الف حمد ده حلو قوي ده كويس قوي ده حلو قوي ده له ملك الف حمد ام ابراهيم العظيمه ده اسم الفيديو هتلاقيه على الانترنت ربنا يرحمها هي ماتت بعد اللقاء ده بشهر ماتت يوم اثنين صايمه وهي بتصلي فربنا ربنا يرحمها معلش احنا هنعتذر عن المشكله في الصوت لان هو الفيديو كان فيه مزيكا واحنا شلناها على قدر ما استطعنا ويعني الفيديوهات دي ان شاء الله هننزلها لكم على صفحه شريف ابو حمزه على الانترنت وعلى صفحه انسان صح هتلاقوا الحلقه كلها بس خلينا نسمع تعليق احمد على الفيديو هو انا عايز اقول لك يعني ان الفيديو ده زي ما انت قلت هي ماتت بعد ما طلعت بشهر وما كانتش معروفه قبل كده فانا يعني استشعر ان هي ما هي الا رساله من ربنا سبحانه وتعالى هو حب يظهرها للناس كلها يشوف مدى يعني خد كل المعاني اللي ممكن تشوفها من رضا من يقين من حب للدين الفطري من كل حاجه بص معاني مفتقدينها في احوال كتيره جدا يعني هي ست عامية مفيش فلوس مفيش صحة مفيش أولاد غالبا ابنها يعني عاق بيها حتى لما هو سألها على ابنها فقالت له يعني متطلقين وقال لا يعني لا حد بيساعدك قالت له ابني جمال يلا ربنا يكرمه فواضح ان هو كمان مش معاه يعني بص كم من الحاجات اللي محدش يقدر يستحملها وبص مدى اليقين بالله ومدى يعني لما جه قال لها انت عايزة ايه حاجة قالت له ربنا ينصر دين الإسلام وينصر سيدنا محمد على اليهود والكفار بس هي ايه حاجه كده فاهمني سبحان الله شوف بقى انت عندك ايه يعني انت مهما وصلت لمرحله ايه اللي يخليك يعني تغضب على اقدار الله يعني او حاجه زي كده فاول ما بحس ان انا يعني بدات احس بضيق ابتلاء جاني مثلا ايا كان الابتلاء ده انا الصراحه بحس ان ده علاج بفتحه اقعد اتفرج على ام ابراهيم العظيمه ربنا يا رب ان شاء الله يعني هو هيكون خلاص يعني هو ربنا ما قرضش ان هو ينعمها في الدنيا يعني هم كانوا جابوا لها شقه وبتاع لا 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 هو ربنا مش عايز كده ربنا بس ظهر الرساله ماتت قبل هو كان بيقول لك هو ربنا ماتت قبل ما تستلم الشقه هو ربنا ظهرها بس تدي الرساله دي للناس كلها عشان تفوقها وبعد كده تعالي لي بقى ام ابراهيم فاهمني احنا عامي عندنا رحمه ام ابراهيم العظيمه حاجه رحمه يعني هو عليك فعلا لاي حد يعني. بقى عنده احباط احنا عمال بالظبط يعني هو اتفرج على ده هتعرف ان انت يعني بالناس لا احنا عايزين بقى احبط الاحباط هو احمد عمل لانسان صح حاجه جديده عمل لنا احبط الاحباط خلينا نحبط الاحباط ونسمعها طيب يلا ليه هشوف الليل سواده رغم ان في بعده فجر كل شيء جاي بمعاده لو في قلبي يقين وصبر والامل هيزيد عناده ضد ياسي واي قهر والامل هيزيد عناده ضد ياسي واي قهر لو جراحك يوم تزيد حالك افضل من كتير احبط الاحبط وبيت كل شيء اضعف ضمير وارجع اقوى من جديد كل حاجة من عنده خير فكر وسع الحلم كبير ما تقولش دي صعبة الايام اصل اللي في ايده التيسير اكبر من كل الاحلام فكر وسع الحلم كبير ما تقولش دي صعبة الايام اصل اللي في ايده التيسير اكبر من كل الاحلام اصل اللي في ايده التيسير
يثير أكبر من كل الأحلام. ابتسامتي دي مش سعادة أو عشان ما فيش هموم، بس دي عانت زيادة لما عيني تشوف غيوم. ابتسامتي دي عبادة يعني مكسب كل يوم. لو في يوم الناس تسيبك، لو تلاقي كله يعديك، اجري ليه وارفع له ايدك، هو عالم باللي فيك. لو حبه كفاية ليك، هو حبه كفاية ليك. دنيا ضيقك سيبك منها، والبيت والشد حكت نكر، ارضى وغزها وزيد في جنانها، مش مستهل عشانها تكشر. دنيا ضيقك سيبك منها، والبيت والشد حكت نكر، ارضى وغزها وزيد في جنانها، مش مستهل عشانها تكشر. ارضى وغزها وزيد في جنانها، مش مستهل عشانها تكشر. جميلة جميلة ونعم بالله. يعني ما اظنش بقى حد لسه محبط، يعني بنعند بالابتسامة، بنقاوم وبنضحك ونهبط الاحباط وبنكسر اليأس. خلينا نروح نشوف واحد احبط الاحباط وكسر اليأس وتحدى الاعاقة ودخل موسوعة جينيس ريكورد، اكتر واحد مشي على عجلة واحدة بالكرسي المتحرك، دخل موسوعة جينيس ريكورد. خلينا نشوفه ونرجع تاني، يلا بينا. شفنا وحول الإعاقة والكرسي المتحرك لحاجة يدخل بيها موسوعة جينيس ريكورد ويتشهر في بلده أو في الناس اللي حواليه كلها ويحطم حاجز كبير. إيه رأيك في الراجل ده؟ عايز إيه؟ بقول أعلق يا ولي أعرف. لا يعني الناس، أي حد عنده حاجات أقل من كده بكتير بيبقى خلاص بيكتئب وبيقعد، أنا مش هعمل حاجة، أنا فاشل، أنا كذا كذا كذا. بص، هو أنا مقتنع إن اللي عايز يعمل حاجة يعملها، بس هي الفكرة إن يعني ان برضه في واقع بيحكمك، فاهمني؟ يعني انا ما ينفعش برضه طموحي ياخدني لحته بعيد، فده بيؤدي للياس اكتر، فاهمني؟ يعني انت لما بتحط تارجت في دماغك، فاهمني، انا عايز اوصل لكده، وهو قواقع انت ما خدتش بالاسباب اللي انت هتوصل ليه ده، وتفضل تحلم، فاهمني، بدون ما انت خدت الاسباب، فبتلاقي نفسك بتيأس بقى اكتر ان انت مش هتعرف، عمرك ما هتوصل له. يعني ده حاجه مبالغ فيها. بالظبط. وفي حاجه مبالغ فيها في الناحيه الثانيه، واحد اصلا ما يعني هو اكيد لما عمل كده هو ما عملش كده في يوم وليله، فاهمني؟ لا، ده عمل كده ان هو حاول مره واثنين وحاول مره، فاهمني؟ هو الواقع خد باسباب ان هو نقف عند حاول مره واثنين وثلاثه وخد بالاسباب. وناخد معانا مداخله من جمال من اسكندريه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استشريف استاذ جمال، اهلا وسهلا بيك، اتفضل. كل عام وانت بخير والعاملين بكمانه الندى، واستاذ احمد ربنا يبارك لكم على البرنامج الجديد دوت. ربنا يكرمك، انت فكرتنا، احنا نسينا نقول الناس كل سنه طيبين، كل سنه حضرتك طيب، وكل مشاهدين قناه الندى في كل انحاء العالم طيبين ان شاء الله. ربنا يبارك لك، كل عام وانت بخير، وحييك على البرنامج الجديد وتعلق التعلق ان شاء الله، وبحييك على البرنامج وجودنا احنا كمان. وكنت عايز اسمع من استاذ احمد انشوده اخي انت حر. ربنا يجزيك خير. اخي انت حر حالا. من احمد ما كناش محضرينها حافظها. حالا ايه؟ ربنا يبارك وانت اللي هتغني. لا غني ان شاء الله. استاذ جمال بشكرك، ربنا يبارك فيك. والله هو بس انا والله يا استاذ جمال يعني هو انا مش حافظها قوي يعني فشويه مش هبقى جاهز بيها قوي. مش جاهز بيها؟ طيب احنا خلينا طيب نتكلم عن تجربه بتاعه مسجد يوسف الصحابي. تمام. واحكي لنا بقى، انت قلت لنا عايز تحكي لنا عن تجربه مسجد يوسف. والله مسجد يوسف الصحابي انا يعني انا ممكن اديك نبذه عنها بس باختصار، الفكره بتاعتها او الهدف منها، لان برضو انا يعني مش يعني انا عضو لسه جديد انضميت معاهم فيها. هم بيعملوا ايه نشاط المسجد؟ هو بص، هي الفكره ان الشباب قعدت تفكر ان احنا لازم نرجع المسجد الجامع، فاهمني؟ يعني للاسف بيقول لك ايه الدين جوه الجامع. طب ايه هو بقى الدين جوه الجامع؟ اللي هو انت تخش تصلي وتقرا قران. طب نوري الناس اللي بتعمل ايه جوه الجامع يعني. طب خلينا نشوف احمد سعيد كان بيعمل ايه مع المهندس فاضل سليمان في المحاضره بتاعته في مسجد يوسف الصحابي، ونرجع نعلق عليها. يلا بينا. نفسي اقرب منك واعرف اكتر عنك،
علشان انا بحبك ونفسي اكون برديك، واللي بتغضب منه هحاول ابعد عنه، اصل انا قلبك منه مش عايش غير ليك. في كل حاجة انا جاي اعملها، وكل حاجة انا بتأملها، وكل كلمة قبل ما اقولها بكون يا رب شايفك قريب، لكن ساعات ببعد شوية، ده ضعف مني ومش قاسية، وارجع تاني وانا في عيني دموع يا رب الشوق لحبيب. نعمك كتير عليا حتى لو جرح فيا، اكيد ده الخير ليا، ما انت يا ربي رحيم، في حياتي انت اللي رعيني، في ليلي تنزل تناديني، لو اطلب شيء تديني، ما اعظمك يا كريم. في كل حاجة انا جاي اعملها، وكل حاجة انا بتأملها، وكل كلمة قبل ما اقولها بكون يا رب شايفك قريب، لكن ساعات ببعد شوية، ده ضعف مني ومش قاسية، وارجع تاني وانا في عيني دموع يا رب الشوق لحبيب. بتغني في الجامعه؟ ينفع يا شيخ كده يعني؟ ينفع تقول عايزين نعرف ايه موضوع الغنى في الجامعه ده؟ والله بص، يعني كان برضو من ضمن التعليقات ان حد قال لي يعني ازاي اناشيد في المسجد يعني، فانا صراحة استغربت يعني اناشيد في يعني اناشيد اصلا دينيه، فاهمني؟ يعني هي حاجه عن ربنا اصلا، حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ربنا سبحانه. فهي هي دي الفكره بقى، ان الشباب كانوا عايزين يبداوا فعلا يرجعوا الفكره دي اللي هي الفكره الاصليه اصلا ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، ان المسجد كل حاجه تعليم رياضه، فاهمني؟ ايام الرسول عليه الصلاه والسلام اصحابه ما كانوا بيتبارزوا مع بعض في المسجد. محاضره المهندس فاضل سليمان هو كان ما شاء الله، كان باشمهندس فاضل سليمان ادانا كورس برضو، كانت دوره من ضمن عملوها الشباب في المسجد، حاجه اسمها التربيه الايمانيه، تصحيح في القلوب وحاجه زي كده. فكان بعد كل درس يعني كنا محاضره بقول حاجه تختص شويه ايه بعنوان المحاضره الموجوده في اليوم ده، وبدا بقى يبقى فيه كورسات، حاجات عن الجواز، حاجات عملنا في دورات في المسجد، في نشاط اسمه نشاط الزهروان في المسجد. الزهروان طب خلينا احنا معانا طفل زياد من معجب بيك يا احمد. الو، السلام عليكم زياد. الو زياد راح فين؟ زياد شكرا زياد، معلش احنا اتاخرنا عليك يا زياد، احنا اسفين. تابعوا تليفوناتنا هتطلع على الشاشه، والفيديوهات كلها اللي بنعرضها، فيديوهات احمد والفيديوهات الثانيه هتكون على صفحه شريف ابو حمزه وعلى صفحه انسان صح، الحلقه هتكون على صفحه قناه الندى. تابعوا صفحاتنا على الفيسبوك، وكمان هنحتاج فيديوهاتكم والحاجات اللي انتم شايفين ان هي بتحبط الاحباط وبتكسر الياس، برضو محتاجين تبعتوها لنا عشان نعرضها للناس وتكون فايده للناس كلها. كمل مع يوسف الصحابي الانشطه اللي موجوده فيه. من ضمن الانشطه برضو ان هو يعني نشاط الاطفال، تربيه واهتمام بالموضوع ده جدا، ولسه في تطورات ولسه في يعني مشاريع. يعني المسجد شغال لحد دلوقتي؟ المسجد بفضل الله شغال. بص يعني هو مش هقدر اقول لك ان كل الانشطه متاحه زي الاول، اكيد حصل شويه يعني تحجيم في حاجات، بس يعني ان شاء الله باذن الله يعني الهدف والفكره ذات نفسها ان شاء الله مش هتموت. وشلون صوت سليمان كمان نشيط جدا، ربنا يكرمه والله بجد. الناس يعني في الحج دلوقتي ان شاء الله يعني بنبارك لكل الناس اللي حجت السنه دي، ان شاء الله اللي ما حجش يكون عنده شوق للحج السنه الجايه. وبمناسبه بقى التعليم والمسجد، فاحمد محضر لنا حاجه جديده برده. انا علموني، يلا بينا اسمع بقى زياده. انا علموني دي ليك يا زياده. انا علموني من زمان ارسم في كراسة العالم، وان الكبير ليه احترام وان الصغير يحترم. انا علموني ان اللي يكذب عمر كذب وما ينفعوه، والشر مهما في يوم بيغلب جاي خير وهيمنعوه. انا علموني ان الامل عمره ما يعرف
مستحيل والصبر ما يحسش ملل لو ظني كان بالله جميل. انا علموني ان الادب محتاج لعلم يزيد عليه والعلم من غير الادب مش هعرف اعمل حاجه بيه. انا علموني الانتقاد اني اسعدك وانصحك وان كان شتيمه او اضطهاد بالشكل ده انا بجرحك. انا علموني في النقاش اني اقول لك حضرتك واحسن ظنوني واقول بلاش ادخل بظني في نيتك. انا علموني ان الحقوق ما فيهاش لا نوع ولا لون ودين حقك هتاخده بدون فروق ده الظلم فعلا شيء لعين. انا علموني كتير حاجات في مبادئ عيشة من الجدود لو شايف ان ده ماضي تبقى حياتك ملهاش وجود. الله عليك ما شاء الله. محمد على التليفون عايز يعلق على الرشيد. الو السلام عليكم محمد. الو ايوه السلام عليكم. الو ايوه محمد سامعك انت على الهوا. لو سمحت هكلم بس الباشمهندس احمد. اه اتفضل باشمهندس معاك احمد اهو. وباشمهندس احمد طالب في كليه هندسه عشان اللي مش عارف. احمد معاك اتفضل. على فكره احمد زميلي انا باشمهندس بلاسي حبيبي. ازيك يا احمد؟ مخلي اصحابه يتكلموا عشان يبان ان هو مشهور صح؟ اتفضل اتفضل شوف بقى. عاجبك كده؟ ايوه والله يا احمد انت وحيد حبيبي انت والله شرفنا في كل مكان والله. الله يكرمك حبيبي. انت اخبارك ايه ويا رب تشرفنا. ايوه لا والله يا عم احمد يعني احمد مش محتاج شهره يعني. الله يعزك يا محمد الله يكرمك. طب هو انت بقى محمد في نفس الدفعه؟ احمد معايا في نفس الدفعه واتخرج معايا. طب حاجه صغيره جدا على احمد كده. طب السلام عليكم يا بلاسي. ايه رايك في احمد كطالب مجتهد بكليه؟ طب حبيبي يا كنت طيب. وانت طيب يا احمد وكل سنه وانت طيب والله ودايما مشرفنا كده يا رب. الله يكرمك يا حبيبي. الله يكرمك يا باشمهندس. شكرا شكرا ربنا يكرمك وشرفتنا وشكرا لمكالمتك. سعيد خليهم يعدوا خير حبيبي. طيب احنا خلينا انت كنت محضر لنا حاجه عن الصحوبيه او العلاقات بين الشباب والبنات. خلينا اوريك نتيجه العلاقات ممكن تؤدي لايه بره مصر. الناس في واحد وواحده في اليابان تقريبا رموا خلفوا طفل بيبي رموه في الصرف الصحي رموه في المجاري. فالانسان بقى الصح الفرقه اللي انقذت الولد ده من جوه ماسوره المجاري يعني طفل صغير جدا. يعني تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نخلي احمد ده يعلق لنا عليه. يلا بينا. الولد عايش يعني هم اولا هم دي ايه من الله سبحانه وتعالى يعني ان هو عايش دي ايه من الله سبحانه وتعالى بعد ما دخل في ماسوره مجاري زي ما انتم شايفين ماسوره صرف. لكن هم ما فقدوش الامل ان هم يطلعوه يعني 1% الامل ان هو يطلع عايش 1% لكن فرقه كامله بتحاول تطلعه عايش. فيا جماعه مفيش حاجه اسمها مستحيل. مفيش حاجه اسمها مستحيل. كله بعون ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحصل. نتيجة علاقة غير مشروعة. والله بص يعني هو للأسف ده بقى قصة تانية خالص برضو ان هو نتيجة فكرة اصلا وتفكير ناحية الجواز والعلاقات والحاجات دي ان الصحوبية وان استعجال الامور فاهمني. يعني حتى انا عايز اقولك ان الموضوع ما بقاش بس مقتصر على إن يعني الناس اللي هو لسه يعني بعيدة شوية. لا ده حتى كمان في وسط الناس يعني مش عارف اقول مصطلح ملتزمين بس يعني فاهمني وسط الناس المفروض يعني واخدين السمت الملتزم بتلاقي ان بيحصل تساهلات نتيجه ان انا ممكن عشان الانسان ده محترم والانسانه دي محترمه فاصبح خلاص يعني عادي انا ممكن اكلمه وبيبدا يتشال. وده خلانا ان احنا نفكر لما كنا بنتكلم انا وانت نحضر الحلقه ان احنا نعمل الكلام ده. يعني انا بنفسي يعني بهدي الاغنيه دي لناس يعني عزاز عليا وناس كتير يعني في قريبين مننا. يا جماعه اسمعوا الاغنيه دي بقى والله فكرتها كمان يعني فكره يعني اصلا الجواز والارتباط مش مجرد بس ان حب وحد يقول لي حبيبي وحد اقول له بحبك والكلام حلو الكلام ده كله بس ده مش الاساس اصلا. يعني مش ده يعني حاجه الوحيده بس موجوده في الجواز. شكل اللبس هي المشكله يعني ان انت فاهمني شكل اللبس بيجيب شكل العريس. بالظبط احنا حطينا كمان يعني فاهمني انا وصلت سن معين خلاص انا لازم اتجوز. ده طبيعي. طبيعي ليه؟ طب انت مؤهل اصلا انت حاجه حضرتك مؤهله ان انت تتجوزي دلوقتي؟ لا بس هي الفكره بقيت عروسه ما شاء الله يلا نتجوزها فاهمني. طب لا يعني في حاجات تانية. عشان كده للاسف بنشوف التسرع والحاجات دي بتؤدي لحاجات يعني ممكن تكون فيها حرمان. والتاخير برضه احنا مش عايزين نقول يعني ما احنا ما بنقولش التسرع. التسرع مش بنقول ايه؟ بنقول التسرع ممكن يكون التسرع هو الصح عشان ما يحصلش علاقات بس لازم ابقى جاهز.
بس لازم على الاقل ابقى مدرك الحجم المسؤوليه اللي انا داخل عليها عشان ما يحصلش بعد ما انا يعني مش عايز اتجوز وبعد كده اطلع مشاكل بسبب او اطفال بالظبط. فايه اللي هستفاده من كده؟ طيب خلينا يلا نوصل الرساله ماشي. بالحاجه الجميله اللي هنسمعها دي ولكل الناس اللي بنحبهم بنهدي لهم الاغنيه الجميله دي. اللي حب فيك شكلك او عشان روشة وبيس جه بدخلة شيك ندهلك عاش في دور انه حسيس بكرة لما العمر ياخدك تبقي عايشة شعور تعيس يا ما قلنا صوني نفسك وبعيد الحب الرخيص حتى لو كمل معاكي بكرة من حبك يمل والخناق يبقى فلقاكي ما اللي حبك اللي بيقل يبقى تستني نصيبك اللي هيحبك بجد مش ساعات بيكون حبيبك وقت تاني لأي حد يبقى تستني نصيبك اللي هيحبك بجد مش ساعات بيكون حبيبك وقت تاني لأي حد اللي حب خاف عليكي من عيون بتبص ليكي مش بيمشي يمسك ايديكي قصاد صحابه يتباهى بيكي سكي على قلبك وجراحه يا ما في السكة دي نسراحه لو هيجي من الباب افراحه ابس عيد تديله مفتاحه سكي على قلبك وجراحه يا ما في السكة دي نسراحه لو هيجي من الباب افراحه راحوا بساعتها اديله مفتاحه يبقى تستني نصيبك اللي هيحبك بجد مش ساعات بيكون حبيبك وقت تاني لأي حد يبقى تستني نصيبك اللي هيحبك بجد مش ساعات بيكون حبيبك وقت تاني لأي حد الله يعني يا رب اظن الرساله وصلت كده. خلينا نضيف احمد بقى انا عندي جنزبيل وعندي شاي اخضر بالنعناع وعندي كركديه وعندي شاي بالكريز ما عنديش شاي بالياسمين يعني زي ما عارف فتحب تشرب ايه؟ تمر على صوبي. طيب خلينا نشوف فيديو عمل جدل كبير جدا على اليوتيوب عمل 10 مليون مشاهده الناس بتقول حقيقي وناس بتقول مش حقيقي ولكن يبقى بروسلي هو الاسطوره في اختراع اساليب في لعبه ورياضه الكونغ فو. خلينا نشوف بروسلي على منام بروسلي اسطوره يعني الفيديو ده يا جماعه عامل 10 مليون مشاهده احد اكبر شركات المحمول في العالم استخدمته ان هو يبقى اشترت الحقوق بتاعته واستخدمته ان هو يبقى دعايه ليها. الفيديو الاولاني اللي هو بتاع فيليبس عامل 35 مليون مشاهده على اليوتيوب وطبعا كان دعايه كبيره جدا للشركه الراعيه للنطه. فافكار خارج الصندوق وبروسلي ده انسان كان من زمان جدا من السبعينات قدر ان هو يوصل يخترع اسلوب في رياضه قديمه جدا. فانت تقدر عشان انت مسلم عشان انت ليك هدف عشان انت ليك رساله اكبر من الناس دي كلها انت تقدر تعمل اي حاجه يعني تقدر تحبط الاحباط تقدر تكسر الياس تقدر تزرع الامل. فالمسلم بقى هو في سؤال مهم جدا ده التمر على الصبي؟ لا ده شاي اخضر بالنعناع هو اي انا اي حاجه على حاجه عندي عملتها لك عامل ايه تاني؟ طيب احنا ممكن نقول انا مسلم خلاص انا مسلم هي مجرد تخيل يعني انا تخيلت الحاله المفروض يبقى فيها الانسان المسلم عامه في حياته يعني. طبعا قبل ما نخش انا مسلم انت من ضمن الحاجات حد قالها لي قبل ما ندخل هو انت بتقول للناس تعمل الحاجات اللي انت بتعرضها دي يعني انت بتقول للناس تطلع تنط من 39 كيلو وتلعب كونغ فو ومش عارف تعمل لا يعني انا بقول للناس تكسر الحاجز الخوف تكسر حاجز المستحيل فانت ايه رايك في الفكره اللي احنا برنامجنا كله هيبقى كده هو مبدئيا عرض الفيديوهات في الحاجات دي مش عشان انت تقلد حاجه معينه هو الفكره هنا انت بتاخد يعني انت عايز توصل للفكره الهدف المعين فيها انت تاخد المعنى اللي فيه وتحققه بقى في الحاجه اللي انت عايز تعملها بالظبط بغض النظر يعني عن ايه الحاجه الخطوه الاولى انك تعرف ايه هي الحاجه اللي زي ما اتكلمنا مع احمد في اول الحلقه ايه الحاجه اللي انت مبدع فيها انت لو مالكش حلم يعني لو انت مش عارف ايه هو حلمك وايه هي الحاجه الكويسه اللي فيك انت عندك على فكره ماساه اكبر من الماساه اللي احنا مثلا الواقع بتاعنا او اي حاجه حوالينا دي اكبر ماساه ان الواحد مش عارف هو ايه حلمه احلم بحلمك ها حلمت بحلمك النهارده ولا لسه يلا يلا طلع محمد اشرب الصبيه وانا اشرب الصبيه وانت غني انا مسلم
انا مسلم جاي اعمر الكون ده بجد ده بجد انا مسلم جاي اخلي الفساد ده لحد ده لحد انا مسلم جاي املى الدنيا دي ورد اه ورد انا مسلم ناوي اعيش احلى حياه انا مسلم عارف ربي براعي ضميري ضميري انا مسلم ربي امرني ما اذيش غيري غيري انا مسلم ربي امرني اطلع خيري خيري واكون في الدنيا دي سفينه نجاه اسلامي امرني اعيش في الدنيا كانها لحظه وثانيه واعمل فيها اللي يرضي بريها محزن شعليها دي ثانيه وهو كل عمل اعمله لله مش لاي حاجه ثانيه انا عايز جنه فيها اللي بتمنى وفيها النعيم وفيها اشوف اجمل حياه واشوف وجه الكريم وفيها اللي نفسي اقابله رسولنا الامين انا مسلم يعني علم وشعاع من نور من نور انا مسلم يعني بهجة وامل وسرور وسرور انا مسلم اكون متواضع مش مغرور مغرور وامشي ارمي على الناس السلام انا مسلم يعني جهد وعمل وكفاح وكفاح انا مسلم يعني ايد بتسعى الاصلاح اصلاح انا مسلم واللي يكلمني بيرتاح يرتاح ويقول الله على اخلاق الاسلام اسلامي امرني اعيش في الدنيا كانها لحظه وثانيه واعمل فيها اللي يرضي بريها محزن شعليها دي فانيه وهو كل عمل اعمله لله مش لاي حاجه تانيه انا عايز جنه فيها اللي بتمنى وفيها النعيم وفيها اشوف اجمل حياه واشوف وجه الكريم وفيها اللي نفسي اقابله رسولنا الامين انا مسلم. الله 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 يا رب يكون كل المسلمين وكل الناس بالاخلاق دي وان يعني فعلا ندعو لديننا باخلاقنا. خليك ايجابي انت مش ارهابي. معانا محمد على التليفون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد ازيك؟ انطلاقه جميله والله العظيم. الله يكرمك. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا رب ويبارك في القناه والقائمين عليها يا رب العالمين. امين يا رب. بنشكر يعني كل القائمين على القناه بدايه من الشيخ ابو اسحاق ربنا يكرمهم ويبرهم بكل العاملين فيها ربنا يبارك فيهم يا رب. انا ليس صديق للبشمهندس لكنه يحب الله. الله يحبك يا رب. امين يا رب العالمين واحب كل العاملين في قناه الندى. امين يا ربنا يحبكم ويحبك ويحبهم جميعا يا رب. ربنا يكرمك يا رب. شاكرين جدا على مداخله حضرتك كل سنه وحضرتك طيب. ونرجع ليك في الكوره يعني مفروض متضايق ما بحبش كلام عن نفسي يعني متضايق انت بتلعب يعني متضايق طبعا مصر خسرت من غانا 6-1 والله يعني انا غالبا في الشوط الاول قمت يعني فاهمني يعني خلاص يعني هم نازلين يلعبوا مع بعضيهم يعني فاهمني ما لهمش دعوه. احنا معانا حاجه في الكوره خلينا نفرجك عليها ونرجع تاني. اشوف حد فريق مش معروف خالص ومش جامد خالص واخترع اختراع في شوط الفاولات. خلينا نشوفه ونرجع تاني. انهم مش مشهورين ومش فرقه جامده وفرقه تعبانه جدا اخترعت اختراع وهي بتعمله على طول وبتكسب بالاختراع. مش عارف هي ازاي ما بقتش جامده بعد الاختراع ده. بس فكر بره الصندوق اخترع يعني اعمل اختراعات. احمد على فكره اخترع اختراع. بس احنا قبل ما نقول الاختراع النشيد اللي انت هتقوله لا انا عارف انك انت ما اخترعتش اختراعات يعني ان شاء الله يعني عملته امتى الكلام ده.
لا انت ان شاء الله بس تتخرج ان شاء الله ربنا يكرمك كده وكده تبقى دخلت كامل الحلقه عشان طيب احنا عايزين نقول للناس احنا بنقدم النهارده في اول حلقه احمد طلع من عن طريق الانترنت عمل حاجه زي ما قلت راح سجلها في استوديو ونشرها وبعد كده حد كلمه وانتشر عن طريق الانترنت اي فكره عندك ممكن تعملها عن طريق الانترنت احنا معانا النهارده فكره جبناها من عن طريق الانترنت فكره بسيطه جدا عن برضو كسر الاحباط هنعرضها دلوقتي بس انا عايز اقول لك تقول للناس اي حد عنده فكره اي حد عنده موهبه يعني وما بيعمل ما بيستخدمش التطور الفظيع للميديا الانترنت دي تقول له ايه بص يعني هو ساعات في ناس بتوقف افكارها بسبب ان مثلا ممكن تكون حدود هي بتحطها لنفسها ان هو ما ينفعش ان انا استخدم الحاجه دي عشان غلط طب هو زياد معلش هو زياد رجع تاني زياد رجع تاني زياد الو السلام عليكم احنا قطعنا احمد عشان نكلمك طبعا الو زياد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ايوه 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 احمد سعيد معاك اهو ماشي طيب اهو اتفضل قول بقى السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا زياد عامل ايه اخبارك كل سنه طيب الحمد لله انت عندك كام سنه ربنا يوفقكم ان شاء الله وشكرا على التفاؤل ربنا يوفق جميع المسلمين امين يا رب ونحيي استاذ احمد سعيد حبيبي ونشكركم جميعا باذن الله زياد انت عندك كام سنه انا سنه اولى اعدادي اولى اعدادي ما شاء الله متفائل كده زياد عسل ان شاء الله اللي جاي احسن وان شاء الله ويعني هنعمل حاجات جامده جدا نعم مش حاسس ان الدنيا هتبقى احسن من اللي احنا فيه دلوقتي وهنعمل حاجات جامده جدا فاهم فاهمني زياد السؤال صعب قوي في الايام دي السؤال صعب طيب اهم حاجه انك انت تبقى متفائل وما فيش اي حاجه تحبطك وكل ما تحبط اتفرج على انسان صح الدنيا هتظبط معاك شكرا زياد كل سنه طيب اتاكد من الموضوع ده انا بحاول انا شخصيا بحاول بس ان شاء الله نعمه الاحباط هنكسر ياس كمل يا رب بس ف بتقول ايه؟ لا بنتكلم عن الناس اللي بتستخدم الانترنت في الانتشار افكارها ومواهبها والكلام ده هو اهم حاجه بس ان انت فاهمني تحاول ان انت يعني تتطور يعني وتحاول ان انت تدور ان انت تعمل حاجه مختلفه او ان انت فاهمني يعني مش بس مفكره ان انت تعمل فكره وخلاص يعني تنشرها كده لا حاول ان انت تقدم فكرتك باسلوب يعني يكون مختلف الى حد ما وتحاول انت تتعب فيها شويه وهي يعني ربنا هيك بص يعني انا عن نفسي ما كنتش اتخيل ابدا يعني ان انا اصلا غني تماما يعني فاهمني يعني ما كنتش مكتشف الموضوع ده بس الحمد لله بدات كان عندك كم سنه تقريبا او اللي هي ساعه اول حاجه غنيت خالص لا تحسب ولا قبل لا تحسب كنت خش ازاي ما شاء الله اصغر من زياد بس عايز اقول لك انا ما اعرفش اي حاجه هم قالوا لي تعالى يا ابني احفظ الاغنيه دي واطلع مين دول في المدرسه في المدرسه وطلعت في اذاعه بقى في طابور فاهمني ورحت منطلق وانا اصلا كل ده مش فاهم يعني ايه غنى اصلا يعني انا مش دماغي انا يعني اقولها كده قعدت احفظ ورحت قايلها الناس بتسقف هي وخلاص ومشيت انا مش حاطط في دماغي بعد كده جيت في اولى اعدادي برده خليني فاهمني اغني بعد كده خلاص يعني هو جت كده بقى فاهمني لكن في الاول انا ما كنتش متخيل اصلا الموضوع تماما يعني. طيب خلينا نتفرج على التجربه الاخراجيه اللي معانا دي حاجه احنا جبناها من على اللي بنت عاملاها على اليوتيوب وهي ماشيه مع فكره النمل ازاي ما عندوش حاجه اسمها مستحيل خلينا نشوفها ونرجع تاني يلا بينا يلا بينا نورهان العمودي بنشكرها جدا على الفيديو دوت فكره بسيطه جدا واتعملت ببرنامج مونتاج بسيط جدا لكن قدمت فكرتها ازاي يعني النمله ما سابتش وكسرت الحاجه الصعبه اللي عليها خلينا ناخد تليفون احمد السلام عليكم الو احمد السلام عليكم هو احمد انت على الهوا بس هو الصوت مش واصل طيب احنا بنعتذر لك يا احمد هو الصوت مش واصل خالص وبنعتذر لاي حد بيحاول يكلمنا تليفونات كتير فهو احمد الخط قطع ده اللي احنا بنتكلم فيه احنا بس عايزين ننوع الفيديو ده اللي احنا بنتكلم فيه اللي يقدر يعمل اي فكره بالشكل ده ويبعتها لنا ان شاء الله نعرضها اي مواهب اي افكار اي حاجات لكسر الياس واحباط الاحباط وزرع الامل هنعرضها ان شاء الله فانت بقى كنت عامل حاجه في حاجه يعني تقدمها انت بقى يعني مثلا كنت بتخيل طفل في سنه رابعه رابعه ابتدائي يعني وبيتخيل الحلم لبكره يعني فاهمني بيحلم يعني بيحلم ببكره لما كان في سنه رابعه خلاص فكان بيقول ايه بقى هو غالبا كبر يعني فاهمني هو ده كبر ربنا يكبر بيفتكر بقى لما كان في ايه في سنه رابعه تمام
لما كنت صغير يعني حوالي كده في سنة ربع كنت بحلم أقدم بلدي وما شوفهاش رجع. لما كنت صغير يعني حوالي كده في سنة ربع كنت بحلم أقدم بلدي ما شوفهاش أبدا رجع. كل صحابي وقتها كانوا ناس جامدة وجدعة كانت أجمل سنة قضيتها في مدرستي وفي حياتي كان اسمها مدرسة الشهداء وفيها أحلى ذكرياتي. كان الكل ساعتها سواء طلاب وأساتذة أخواتي كنت برسم رسمة وحاطط فيها شمس البكرة كنت بحلم إن أنا يبقى لي دور مبقاش حاجة نكرة. كنت برسم رسمة وحاطط فيها شمس البكرة كنت بحلم إن أنا يبقى لي دور مبقاش حاجة نكرة. وتعلمت إن أتعب أضحي لأجل ما وصل فكرة وما خرجت من المدرسة كملت بقيت مشواري وما خرجت من المدرسة كملت بقيت مشواري. مهما تعدي سنين عمرها على حلمي في يوم ما اداري ولا هسمح حد يموت لي مبادئي او افكاري. واللي اتعلمته في السنة دي انا هعلمه لولادي ان ما حدش يسرق حلمه ويفضل ساكت راضي. واللي اتعلمته في السنة دي انا هعلمه لولادي ان ما حدش يسرق حلمه ويفضل ساكت راضي. وان اليأس ده هيخليك بتعيش وتموت عادي. لما كنت صغير يعني حوالي كده في سنة ربعة كنت بحلم أقدم بلدي ما شوفهاش أبدا رجع. جميلة 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 الله ربنا يكرمك واوعى تكون إنسان عادي. خلينا هشام اوعى تكون عادي. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم الصلاة والبركات أهلا وسهلا. ازيك يا شريف؟ شريف واحد. السلام عليكم. عليكم الصلاة والبركات. انت على الهوا هشام ليه كده؟ طيب معلش هو اهم حاجه نقطه بس عايزين نقولها في الاغنيه ان ما تخليش اللي حواليك مهما الدنيا حواليك بقت الاخلاق مختلفه وبقت الدنيا بايظه حافظ على اخلاقك. واي تشابه ما بينها وبين الواقع ايوه اي تشابه بينها وبين الواقع غير حقيقي تماما. خلينا نشوف يوضع سره في اضعف خلقه وعمل ايه عشان نرجع نختم عشان المخرج بيزعق لنا. يلا بينا. ما تستهونش بالضعيف اوعى تلعب مع الاسد. فده كانت حلقتنا النهارده ويا رب تكون ادخلت عليكم التفاؤل. وبنشكر احمد سعيد انه كان معانا ربنا يكرمك. انا بس يعني عايز اقول حاجه اخيره ان شاء الله يعني ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم واتمنى يعني ان شاء الله من كل الناس اللي بتشاهدنا ان هي يعني تكرمنا وتشرفنا كده بان هي تتواجد معانا على صفحتنا على الفيس. هو انا صفحتي هتخش على صفحه شريف اللي غالبا هننزلها الصفحه. هتخش شريف هيحط البيج عنده على الصفحه وتشرفوني يعني ان انتم ان شاء الله تبقوا موجودين معايا يعني باذن الله. طيب شكرا لكم خير. بنشكركم يا رب تكون دي اول حلقه من انسان صح. وان شاء الله البرنامج ده زي ما نقول ان شاء الله هنهبط الاحباط هنكسر الياس هنزرع الامل. صحح حياتك واعمل الصح وخليك دايما انسان صح. تابعوا الفيديوهات كلها الصغيره اللي عملناها دي على صفحه شريف ابو حمزه والحلقه هتكون على صفحه انسان صح وعلى صفحه قناه الندى. صفحه احمد سعيد هحطها لكم ان شاء الله على صفحه انسان صح. النهارده ما خدناش حاجه من على فيسبوك خدنا تليفوناتكم لكن من الحلقه الجايه ان شاء الله كومنتاتكم كمان على الفيسبوك هتبقى معانا على الهوا. اعملوا فيديوهات او ابعتوا لنا الفيديوهات اللي عايزينها تتعرض زي ما احمد كده بعت لنا وتابعونا ان شاء الله كل سبت من الساعة 8 ان شاء الله ما تكونش الساعة 9 وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم. صباح الخير. تمضي بنا الايام لنحقق الاحلام ايمانا رغما عن الالام. للخير والوئام سننشر السلام الوانا لنعيش باحترام. هو الإنسان روح في كل مكان وكيان يا
يرجو احتراما لنحقق الأحلام إيمانا رغما عن الآلام بكرة تلاقي الفرحة زي كل الأمهات كل حاجة حلمت بيها هي في نور الحياة مستشفى نور الحياة أكبر صرح طبي متخصص في علاج تأخر الإنجاب ننفرد بأعلى نسبة نجاح في الشرق الأوسط هم نور الحياة مستشفى نور الحياة أصبح للأمل مكان